فهو ممن قال يعني يذهب مليون، مليون سوري، يقول 20 مليون، خلي يروح مليون، 19 راح يغلبون مليون اتفاق. ها سليمان جبيران يقول مليون، محمد المنجد يقول مليون، نروح مليون. عدنان عروق يقول لا 300 ألف. طارق السويدان يقول مليون، يقول مصر 90 مليون، يروح مليون. هذه الدماء لما تقول يذهب مليون، مليون ليس بالأمر الهين. رجل من الصحابة شج رأسه فاحتاج أن يغتسل، أصابته جنابة فأفتوه أن يغتسل، فاغتسل فمات. أفتوه على غير علم، فلما بلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، فتوه لرجل واحد. هذا يقول مليون، منجد يقول مليون، وراح نرفق لك في هذا المقطع كلامه يقول مليون. في النهاية قريبة بإذن الله خلاص، يعني لابد أن هؤلاء المسلمين، هذا الشعب، هذه الأغلبية، هذه لابد أن تنتصر. 20 مليون قتل منهم مليون، 19 الباقيين سينتصروا، وأولئك يعني هؤلاء الأقليات والناس، هؤلاء المتحكمين المجرمين سينتحرون بلا ريب ولا شك.